الخميس الموافق للثالث من شهر يونيو لعام 2021، فأهلا بكم مشاهدين الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات صحافة مملكة البحرين. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي عنونت: ناصر بن حمد رئيسا لمجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل، 100 مليون دينار المدفوعات المالية الإلكترونية بالربع الأول. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت: الرئيس المصري يشيد بجهود الملك في دعم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك. هالة الأنصاري إعلان النسخة الثانية من جائزة الأميرة سبيكة العالمية قريبا. ومع صحيفة الأيام والتي خطت على صدر صفحاتها: محمد بن مبارك ترأس اجتماع الأعلى للتعليم، استعراض منصة التوظيف المدعمة بالذكاء الاصطناعي. منتخبنا الوطني يبدأ اليوم مشواره المونديالي والأسيوي. أما صحيفة البلاد فقد نشرت: سوترو فيماب يخفض عدد وفيات فيروس كورونا إلى 85%. نبدأ اليوم جولة هذا النهار مع الملف الرياضي الخاص بالمنتخب الوطني، حيث نشرت صحيفة الأيام أن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يأخذ اليوم الخميس المواجهة أمام منتخب كمبوديا بشعار أحمد أحمرنا قدها، وذلك في الساعة 7:30 على أستاد البحرين الوطني، والتي تأتي لحساب منافسات المجموعة الثالثة ضمن الجولة 7 من التصفيات الأسيوية والمؤهلة إلى كأس العالم لعام 2022 وكأس آسيا لعام 2023. نشر صحيفة أخبار الخليج أن مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سوزا أكد أن نجوم منتخبنا يتسلحون بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. بيّن صحيفة الوطن أن المدرب الوطني محمد المقلى أكد أن المنتخب الوطني لكرة القدم قادر على العبور للمرحلة الثالثة من التصفيات المزدوجة، مضيفا أن المنتخب يتمتع بوجود مدرب طموح ويمتلك عقلية تدريبية كبيرة. هذا وخط الكاتب محمد لوري مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان حانت ساعة الجد، فإلى سطور هذا المقال: تبدأ اليوم المهمة الجادة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في مشواره الآسيوي والمونديالي، حين يلتقي المنتخب الكمبودي على استاد البحرين الوطني في بداية الجولات المتبقية من التصفيات التمهيدية المؤهلة للتصفيات المونديالية النهائية والتأهل المباشر إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023. ثلاث مواجهات حاسمة تنتظر رجال المدرب البرتغالي هيليو سوزا على استاد البحرين الوطني، بدءا بكمبوديا وانتهاءا بهونغ كونغ، مرورا بالمحطة الإيرانية الأبرز والتي قد تشكل الحد الفاصل لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى التصفيات النهائية. هذا وبيّن الصحيفة البلاد أنه تفاعلا مع الحملة الوطنية أحمرنا قدها لمساندة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لعام 2022 وكأس آسيا لعام 2023، بادرت شركات الاتصال الوطنية بتغيير مسمى الشبكة في الهواتف إلى أحمرنا قدها ماشياً مع مسمى الحملة الوطنية.
نشرت صحيفة الأيام أن سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رحب بعودة فريق الحرس الملكي بعد إنجازهم المهمة التاريخية بصعودهم إلى قمة جبل إيفرست بالنيبال. وهذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الجميع فخور بما حققه رجال الحرس الملكي بتسجيلهم إنجازا تاريخيا يضاف إلى سلسلة إنجازات مملكة البحرين في مختلف المجالات. وضمن مستجدات أخبار فيروس كورونا نطالع من صحيفة الأيام أن المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 أكد أن دواء سوترو فيماب بإمكانه تخفيض الوفيات بنسبة تصل إلى 85%، ضيفا أنه بالإمكان استخدام هذا الدواء لمن هم في عمر 12 عاما فما فوق، وكذلك الذين تزيد عن 40 عاما الذين لا يحتاجون إلى علاج بالأكسجين ولا يعانون من أعراض شديدة. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة أخبار الخليج ونقرأ منها أنه خلال الإنجاز الإعلامي الذي أتى بتنظيم من قبل مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، استعرضت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية تنفيذ الخطة الأم والمسؤولة عن متابعة تقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية، حيث أشارت إلى خصوصية هذه المرحلة مراحل عمل الخطة التي ستشارف على الانتهاء خلال العام المقبل وبنسبة إنجاز وصلت اليوم إلى 73%. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن أستاذ علم الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور خالد بن دينا نفى ما أشيع مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي التوصل إلى متحور بحريني لفيروس كورونا كوفيد-19، وقال إن الدراسة الأكاديمية التي تم إعدادها لم تتوصل إلى تحور جيني خاص بمملكة البحرين. ذكرت صحيفة البلاد أن نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا الخاجة كشف عبر التقرير ربع السنوي لهذا العام لرصد أداء قنوات الحكومة الإلكترونية عن تحقيق نمو ملحوظ واستثنائي في قيمة المدفوعات المالية الإلكترونية عبر مختلف القنوات. لفتت صحيفة البلاد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلنت عن غلق 3 مساجد في محافظتي العاصمة والمحرق بشكل مؤقت لمدة 2 أسبوع بعد أن تبين وجود حالات قائمة لفيروس كورونا. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة الوطن ونقرأ منها أن وزيرة الصحة فائقة الصالح رحبت بإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة بالمملكة مما يتيح الفرصة لتطوير الخطط والسياسات والبرامج الصحية بما يتفق مع أحدث المستجدات ذات الصلة، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية والتطوير المستمر لتلك العلاقات في المجال الصحي. بيّنت صحيفة الوطن أن نسبة الإقبال على الجرعة الأولى من التطعيم خلال شهر مايو ارتفعت بنسبة 75% وبنسبة 69% للجرعة الثانية، وذلك استناداً للتقرير اليومي الرسمي الصادر عن وزارة الصحة.
في واقعة طريفة ومن الممكن أنها تتكرر بصفة مستمرة مع التحويلات المالية الهاتفية. اكتشف مقيم عربي أنه قام بتحويل مبلغ 700 دينار بالخطأ لمطعم بالمحرق بدلاً من تحويل 700 فلس، وذلك مقابل شراء صحن فول. ولدى اكتشافه خصم المبلغ الكبير من حسابه عاد الزبون إلى المطعم وأبلغهم بما حدث، إلا أنهم أنكروا استلام 700 دينار في بادئ الأمر، حتى أن وصلت للمطعم بعد ذلك رسالة التحويل وقام بإعادة المبلغ لصاحبه. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الأسبوع، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV & Radio. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.